الحلاقه. اليوم كانت التتويج ديالي بمناسبه الفوز ديالي في مجال الحلاقه في جهه طنجه تطوان الحسيمه، وانا جد فخوره بهذا العمل اللي قمت به. رغم القرايه ديالي ولي ديبلوم لي شوبات، اخترت هذا المجال كان كهوايه في الاول، موراها اخترت انني نزيد نبدع فيه ونزيد نخدم فيه ونزيد نتفوق ونعطي. وشكرا بزاف للأوطو ديالي والمديرة إلهام والمديرة أسماء ديالي، شكرا بزاف واللي تقوا فيا وخلوني هما كانوا سبب أنني نكون هنايا دابا كنهضر معكم. شكرا بزاف. ديال مدينة طنجة، أنا جد سعيدة اليوم بالتتويج ديالي في هذا الحفل. هذا كان لي الشرف أنني نجي اليوم نحضر ونتوج، وهذا أخير مثال على أن الشباب يزيدوا يقراوا في النوادي النسوية وأنهم ما يضيعوش هذه الفرصة. هذه واحد الحاجة اللي مزيانة بزاف، وبالنسبة للشعبة ديالي واحد الحاجة اللي أنا كنبغيها. وبصراحة كنتمنى أنني نوصل لشي مرتبة كبيرة في الشعبة ديالي، حيتاش كنبغي هذا المجال هذا، وإن شاء الله علاش لا دور الأيام وحتى أنا نوقف هنايا ونكون عاوتاني متواجدة مرة أخرى. الجائزة ديال جهة طنجة أصيلة، أنا جد سعيدة بالجائزة وفرحانة بزاف وخدمت على راسي أنايا وصاحبتي وديت هاد الجائزة، وكنتمنى زعما ننجح في هاد الشيء اللي عملته ونزيد ننجح فيه إن شاء الله يا ربي. أنا جد سعيدة بعد الجائزة وبعد المشاركة، خدمت على راسي بزاف وكنتمنى نزيد نخدم على راسي ونزيد ننجح في هذا الشيء. رسول الله وليس قور بل ببعد يا حبيب الله، اتيت عاجز وطالب يا رسول الله.
المشاركة ديالنا كانت مشاركة رائعة مع جمهور رائع جدا اللي تفاعل معنا وكان في المستوى. كنشكر بزاف ناس طنجة، كنشكر جمهور طنجة على الحفاوة الاستقبال وعلى المهرجان الرائع اللي شاركنا فيه وشاركنا بتراث يعني شفشاوني. كنتمنى أن تكون الوصلة ديالنا عجبتكم وكانت خفيفة وظريفة على القلب. شكرا بزاف. اول حاجه مساء الخير على جميع المتابعين ديال يوم 24. انا سعيد جدا بلقائي معكم اليوم في ضمن فعاليه مهرجان صيف طنجه الدولي. نتمنى ان شاء الله نكون ضيف خفيف على قلوبكم وتكونوا نشطوا معنا وعجبكم الحال. فانا سعيد جدا بتواجدي لي معكم. بالنسبه للجمهور الحمد لله كان تفاعل زوين مع الجمهور المغربي، وكنت سعيد جدا بلقي اهل طنجه الابيين. فجمهور طنجه جمهور ذواق، جمهور راقي في قمه الرقي. فكما كنكون كنتلقى اهل طنجه كنكون سعيد جدا، والحمد لله كما شفتوا كان الجمهور متفاعل واحد التفاعل كبير، وهذا الشيء اللي كنبغي وهذا الشيء اللي كنبحث عليه انا كفنان. والحمد لله كنت عند حسن الظن هذا هو البرينسيبال. برنامج حتى انا كاينه المنظم من طرف المديريه الجهويه لقطاع الشباب جهه طنجه تطوان الحسيمه، هو من البرامج المفيده والمهمه على مستوى تمكين رائدات الانديه النسويه، اولا من ابراز القدرات والمهارات اللي كيتوفر عليها، ولكن الهدف الاسمى من كل هذا هو نقل الخدمه العموميه من المؤسسات ديال الانديه المسميه التي تعتبر مؤسسات منغلقه على نفسها، ولكن تحويلها الى الساحات والفضاءات العموميه من خلال تنظيم مجموعه من المسابقات في الساحات العموميه الكبرى لجهه طنجه تطوان الحسيمه. هذه السنة تميز برنامج حتى أنا كاينة يتميز بنقل هذه التجربة وتعميمها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ مجموعة من النهائيات المتعلقة بهذا البرنامج تم تنظيمها إما بإقليم شفشاون، المضيق، الفنيدق، تطوان وباقي الأقاليم الأخرى. هدفنا الأساسي هو توسيع قاعدة المستفيدين، توسيع قاعدة أيضا المهتمين بهذه البرامج. التنوع والتميز للبرنامج حتى أنا كاين هذه السنة هو انفتاحه على مجالات ومواضيع جديدة من خلال تنظيم مجموعة من المعسكرات خاصة برائدات الأندية النسوية. وجونا هنا المدينة طنجة عروس الشمال والفن والثقافة، وكنشكروا لالا دلال برنوسي، كنشكروها بزاف على المجهود ديال اليوم وتعب تنقل تذكار خاص من طرف السيد المدير الجهوي. إذن شكرا لكم وكنتمنى لكم مسيرة موفقة.